السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مقطعنا جديد، اليوم مقطعنا جدا جدا أسطوري. اليوم مقطعنا عن التوأم باجوا، اثنين من محترفين ببجي موبايل. يعني راح تشوف احترافهم جدا جدا محترفين. معلش على صوتي غليظ شوي عشان لسه صاحي من النوم، حتى عيوني وجهي الساعة منتفخ. المهم يا شباب، التوأم باجوا توأم جدا أسطوري، بيلعبوا عليهم طريقة لعب، لعبهم تحسهم هم اثنين في لعب واحد. يعني هم اثنين نفس التحركات، نفس كل شيء، نفس النبطحات، نفس الوقفات، نفس المشي يمين شمال، يعني زي تحسهم واحد، تحس الاثنين واحد. لعبهم جدا اسطوري، راح اوريكم المقطع وراح نعطي عليه ردة فعل وراح نقيم لعبهم من 1 ل 10. مع اني اتوقع انا اول مقطع لسه هشوف العلم معكم، اول مقطع للتوأم هذا، بس سمعت منهم جدا كلام كثير انهم اساطير. هشوف اول مقطع معكم الحين وراح نقيمهم من 1 ل 10. بس قبل ما نبدا في المقطع، اتمنى منك اشتراك ولايك وتفعل الجرس وتعليق مثلك، ويلا خلينا نشوف الفيديو. يلا ليتس جو. هم لسه في المطار ونشوفهم وين ينزلوا وايش ودهم يعملوا. شكله نازل سول ولا نازل مطار. شفتوا مع يعني الخصم اللي قدامه جدا قوي، يعني جدا قوي. الله عليه، ايش الحظ؟ والله دمجوا ماشيين عليه. يلا ابلع ابلع، واقول لكم هتشوفوا لعب حياتكم ما شفتوه. ابلع لعبه متباب جدا اسطوري. سماعات دورة سلاح. والله يا شباب، تنزل من الطيارة تلقى انفور بتكون داعي في صلاتك الصراحة. يعني أحسن شي عنده رد فعل وعنده كل شي، التفكير عنده سريع، يعني إيه سريع جدا. وين رايح؟ هو اللي قدامي معاه شوت جن، اي طلقه غلط، والله اي طلقه غلط بتضيع على طول. حتى لو انت محترف، ما انت محترف، حتى لو قدامك نوب ماسك شوت جن ممكن انه يضيعك في طلقه واحده. ابلع البيكو، كل شيء عنده سريع، كل شيء عنده سريع. بس شكله يا شباب مو جايب اخوه معه، المقطع هذا مو جايب اخوه معه. بس انا هجيب لكم ان شاء الله في المقطع الجاي، هجيب لكم ان هو بيلعب هو التوأم، هو اخوه. عشان انا كنت افكر والله مع اخوه، انا ما شفت المقطع الصراحة، عشان اعطي ردة الفعل يكون ردة الفعل حقيقية مش مصطنعة. عشان كذا ما بتفرج على المقطع، بتفرج مع المقطع مع خالد. ان شاء الله في المقطع الجاي هجيب لكم هو بيلعب هو اخوه. لعبهم جدا اسطورة اقسم بالله. ما انتوا شايفين اللعبة كيف، يعني كيف لو كان معها اخوه. عليك والله العظيم صراحة لعبه اسطورة. 7 كل والسافة المطار، مع ان المطار نزل فيه ناس كثيرة. ابلع شباب، انتو شفتوا كيف هو كان عرف ان فيه واحد ورا البنايه وقف عند الشباك، راح عليه على طول. في بعض الناس بتقول يا الله هذا كيف عرف ان فيه واحد، هذا هاكر او حاجه. لا مش هاكر، هذا شباب بيكون لابس سماعه المحيطيه. السماعه المحيطيه شباب، يعني عشان تلعب ببجي تكون محترف لازم تعتمد على الصوت، على صوت اللعبه 70%، اقل شيء 70%. عشان بالسماعه والصوت تقدر تحدد مكان اللاعب من بعد، تقدر تحدد وين واقف وعند اي شباك، وتروح له ما تحتاج بكشف اماكن، الصوت بيكشف لك كل شيء. يعني لازم تلعب، لما تلعب ببجي تلعب بسماعه تعرف فيه كل شيء. يبلع معليش. هو داخل في سلفة، هو مش عربي هو اصلا.
التوأم هذا مش عربي، مش والله ما نعرف ما نعرف من وين، بس يلا عارف يا شباب عنده ايم، عنده ايم اسطورة خاصة بسكوب 6، سكوب 6 والانفورة اللي معه والله العظيم نار. شوف يا شباب التكتيكات، شوف لفلو من وين، تعرف يا شباب هذا الكنز العصير اللي بيشربوه هذا، حتى لو كان دمك مش متدمج لما تشرب الكنز هذا بيعطيك تحرك اسرع، تحرك اسرع يعني تحس اللاعب بيصير عنده نشاط مش طبيعي، يعني حتى لو كان دمك فل اشرب عصير. ابلع 12 كيلو الساعة في الحاويات، ركزوا على اللعب عشان يعني هتقيموه، هتقيموه من 1 ل 10، مع ان التقييم هيكون 10 10 معروف، يعني 12 كيلو في الساعة. ايش بتسوي يعني في واحد منبطح، يعني ايش هذا، ايش هدفه من اللعبه؟ منبطح لي غير ورا. حط لايك، هو بقول لك حط لايك، حط لايك بالله، حط بقول لك حط لايك، حط لايك. ابلع يبلعون والله، ممكن يكون في كمين على الجسر نشوف او لا، في كمين، في كمين. شوف هو جاب لك الزوم، جاب لك الزوم يعني ان شاء الله يطلع فيك مين، نشوف كيف ودي يتواجه معهم وايش يسوي. بيدور، ما اتوقع في حد، اظن انهم حاطين السيارة وواقفين شوي من بعد المشي، ايش ما راح عليهم. شوف ايش، والله يا ذاك مسطول انه اخذ دمج وما ما ما اخذ دمج وما ما ابلع. لا معروف معروف يعني هذا اللي عند الشجرة اللي مات هذا نوب، نوب ولا بيلعب بسماعات، لو كان بيلعب بسماعات كان شاف السيارة جاية، سمع السيارة جاية من الشمال. سكوب 6 على الام سكن، بقولك صاحي الحين من النوم. سكوب 6 على الام 7، سكوب 6 وثابت. يعني كل اللفة هذه يا شباب عشان شاف السيارة وين على الجسر. والله لو انا سيارتي ثلاث سيارات انت حالي خش فيهم وخلاص، يا عديت يا مرتد. شكله هيموت في الزوم ولا ايش قصته هذا؟ مات في الزوم وخلص. يا سلام، بس بلنتو يعني شفت سكوب سكوب 4 كيف، شوف السكوب 4 كيف، يعني ولا اهتزاز ولا اي شيء، يعني مسخرة. صراحة قسما بالله لعيب، انا ما 18 كيلو يا اخي. شوف ثبات السكوب يا اخي، شوف ثبات السكوب، ثبات السكوب مش طبيعي. ابلع قسم بالله ثبت السكوب، يعني سكوب 4 هذا يعني اوسخ سكوب في اللعبة، ما بحب انا خلاص ولا بطير، مع انه عشان بيهتز بيهتز بشكل
بشكل كبير معي. أما مع اللعب هذا ولا حركة، مش عارف كيف عرف إن في ناس جوا البيت. سمع صوتهم بالسماعة المحيطية، أكيد بلعب سماعة محيطية يعني. ابلع والله اللي قدامه هذا أنرعب والله. شوف هذا ايش يعني، كيف اللي يكون معه اخوه؟ لو كان معه اخوه بيلعب في الجيم والله اقل شيء طلع ب40 كل نص الطياره يعني. شوف ايش سوى وهو لوحده، ايش سوى هو لوحده. يا ويل عذابات السكوب. ابلع عاد يلا، والله ما سطيل الصراحة اللغات، ظلوا واقفين قدام الضرب. ما طب ما تلبس يعني. يلا سموك وياخذ السيارة ويدوس. انا عارف شفت. يا سلام لما تكون ورا الشجرة يكون مستنيك واحد بأوم، تطلع راسك ويعطيك واحد أوم. يلف ليهم من ورا أكيد. لغاية الآن مع 23 كيلو. لف ليهم من ورا صح؟ وين الناس؟ دور ناس بسرعة. يخرب بيته اسطورة يعني. انت الحين هتقول كيف ما تدمج صح؟ ليش ما تدمج كثير وهو كان مسرع؟ بدل ما كان على السايق بدل الكرسي لورا ومن بعد نزل بشكل سريع جدا حتى ما بتلحق تشوفه. لما تعمل الحركة هذه ما بتدمج كثير. انا ما جربتي بس سمعت الكلام هذا، ما جربت عمري. تبدل على الكرسي اللي وراه بعدين تنزل، حركه سريعه جدا. يا خساره يا ويلي ويلا. مات. يا الله يا الله، راح الجيم. كان كم كل جايب؟ راح الجيم بواحد مكمبر ورا الشجرة، تقييمه ذهب وجوه خربان على الآخر. المهم شباب، بتمنى عجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. وعشان أجيب لكم الحلقة الجاية راح تكون إن شاء الله عن التوأم، هم الاثنين. هذا كان لعب لوحده، هوريكم أخوه الملعب هم الاثنين سوا. والله العظيم الملعب هم الاثنين سوا بيحرقوا الخريطة حريق، بيطلع يعني شوي يطلع بالمئة لاعب كله. يعني اللعبة مسطوري. شباب اتمنى منكم عجبكم الفيديو، ولا عجب الفيديو ولا ما عجب الفيديو حط لايك واشتراك وفعل الجرس. ويلا السلام.